تقريبا توا فيديو فيها رسم لشخصية هاني شاكر بطريقة كاريكاتورية، شوفوها مع بعض. معنا الأستاذ الفنان العظيم هاني شاكر يا جماعة. أخبارك إيه؟ والله العظيم منورنا. بجد، أنا عايز أقول لك حاجة، يعني إحنا بنحبك أوي. الله أكبر عليكم، ده أحلى من اللوك القديم بكتير. العلبة دي بالذات شداني جدا، الأحمر اللي فيها بيسخنني بس الأزرق اللي فيها بيهديني في نفس الوقت، والأصفر بيحسسني بالأمل. الألوان دي أكيد جديدة، صح يا دبدوب؟ أستاذ هاني شاكر كاسكليو. أيوة يا حبيبة قلبي، الله أكبر عليك يا بدرية. الله أكبر على الجمهور، والله أكبر على بدرية، والله أكبر على انتصار حبيبة قلبي. منورين، وعلى حبيبة يعني، والله أكبر على الترابيزة وعلى المجد. يا جماعة هم 11، الله أكبر، وساعدوني أن أنا أوزعهم على الحلقة. ربتني حقيقي صحيح، وما خدتش مني المفاتيح، دايما بتشوفني غبي وميح باستمرار. بلبس لبسك لما يضيق بسبب جزمك جالي فقفيق، طفل صغير واسمي شفيق، ده اسم كبار. تحب تسمعي حاجة لأمير الغناء العربي؟ آه طبعاً، هو في حد ما يحبش صوت شعبان عبد الرحيم؟ شعبان عبد الرحيم، بقول لك أمير الغناء العربي، أنا أقصد أحمد شيبة. عليك يا بورانا، الاتنين فوق دماغي، أنا أقصد هاني شاكر. آه ده أنا بموت فيه يا بورانا، ده أغانيه كده ترد الروح وتداوي القلب المجروح. اتوكل على الله يا أخويا، سمعني. الحلم الجميل، البيت الزغنطت، كله راح، كله ضاع، كله اتغير، كله اتكسر. بس لسه ايه؟ وفضيت عليا الدار. بس يا اخويا لسه، والوحدة زي النار. النار لما تمسك فيك ما خلاص. طب اسمعك غلطة؟ ده انت هتجيب لي جلطة. هاني شاكر. انا هيفا، انا من غيري أنا، قلبي اللي ابتلى بعيون حلوين، رقصني أنا، دلعني أنا، حبيبتك أنا بس هي مين. الله أكبر على العبس اللي انتوا عاملينه، الله أكبر، عزف بره النوتة ونشاز، الله أكبر عليكم بجد، الله أكبر عليك وانت بتقبض عليه، الله أكبر. خد لي عينة كمان، صباعين من الأورجن حللهم دلوقتي. مضطر أقبض عليكم بتهمة إفساد الذوق العام، هتيجوا معانا هناخد كلمتين وهتتوكلوا على الله على طول، يعني ما فيهاش حاجة خالص. بعدها لو تحبوا تيجوا تحضروا عيد ميلاد جرحي أنا عامله في كافيه السنة دي. شفتهم قبل؟ شفتهم طبعا، بس في حاجات ما شفتهاش، بس يعني خف الدم ما حصلتش بصراحه. جمال جدا جدا طبعا. الله اكبر عليك. الله اكبر، دي ما اعرفش يعني، انا قلتها مره مرتين بس مش على طول قوي كده يعني. طبعا ده على قدر حبهم فيك. اكيد اكيد يا حبيبتي، طبعا طبعا. مش اسالك بعض الاسئله التخيليه، يعني لو لو اصبح هاني شاكر رئيس لمصر، اول ثلاث قرارات يتخذها؟ القرار قوي. الأول ده صعب قوي. أول ثلاث قرارات يتخذها؟ أولاً الاهتمام بالشباب، القرار الأول، وخلق فرص عمل للشباب. ده يبقى القرار الأول. القرار الثاني الاهتمام بدور الإذاعة والتلفزيون إعلامياً وفنياً، وعودتهم مرة أخرى للإنتاج، سواء الأغاني أو الأوبريتات، والاهتمام بالحفلات الغنائية، لأن الحقيقة بجد الفن هو مراية المجتمع. فيعني أنا حكون حريص جداً جداً على أنه يعني الفن يرتقي بذوق الناس بجد، وأكيد هيبقى فيه سيطرة على الـ الـ الـ
يعني أي شيء خارج نطاق الذوق العام يعني لازم يبقى فيه كنترول شوية على سواء أفلام أو مسلسلات أو كده للارتقاء بالذوق العام. القرار الثالث ما كفاية قرارين كده. مش كفاية قرارين كده. يعني تتخذ قرارين. الله أكبر الله أكبر يا ستي خلي قرارين كده. مش عارف يعني مثلش قرارين. قرارين كفاية بالضبط كده. يكفي قراري. تمام. لو لديك القدرة على محو عمل فني ماذا تمحو؟ كل ما يسيء لل... لل... للفن. يا ريت كل ما يسيء للفن. عمل واحد انت لو لديك القدرة، يعني هي أسئلة تخيلية، لو لديك القدرة على محو عمل فني. عمل فني واحد. عمل واحد. اي عمل فني لا يقدم قيمة للناس وبيحض على الـ الـ يعني عدم الاحترام و و و و و والبلطجة، يعني الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه طبعا همنعه طبعا. لو عرضت عليك وزارات اي وزارة تختار؟ ده برضو سؤال تخيلي يعني طبعا. لو يعني انا طبعا لو، لان انا الحقيقة يعني جربت العمل العام ولقيت انه صعب بجد جدا جدا، فما اتمناش ان انا يعني امسك وزاره من الوزارات، لكن اذا تخيلنا يعني وانها مش موجوده، يعني وزاره الاعلام هي كانت اتلغت الفتره اللي فاتت، اتمنى انها تعود وامسك وزاره الاعلام. لو لديك القدره على تغيير شيء بحياتك ماذا تغير؟ ماذا أغير؟ هتصدقيني لو أقول لك ولا حاجة؟ أنا راضي راضي الحمد لله بكل ما كتبه الله، شيء مريت بيه وكل ما كتبه ربنا، فعلا انتهى الرضا وانتهى الاقتناع أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، الله لنا ونعم بالله. ماذا لو لم تكن فنان؟ كنت بقيت حاجة من اتنين على فكرة، وده كنت ستكون. بفكر فيه قبل ما أبقى فنان، يا إما لعيب كورة يا إما طيار. تعرف تلعب كورة؟ زمان طبعا. أنا أهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي. ما تخافش إنك تعلن لا إنك خالص زملكاوي؟ بالعكس بالعكس، جمهور الأهلي أنا بحبه جدا وبحترمه جدا وبيحبني جدا جدا، وملهاش علاقة المسألة دي، يعني ما أقدرش أنكر حاجة الناس كلها عرفتها وعارفاها، يعني في فنانين كتير أهلوية، في فنانين كتير زملكاوية، الكل بيقول يعني مفيش مشكلة خالص، لكن ده لا يمنع حبي للمعسكر الآخر وللنادي الآخر واحترامي له ولجماهيره ولإدارته، ده شيء أكيد يعني. يعني كنت مش تكون يا إما لاعب كورة يا إما لاعب كورة أو طيار. أو طيار. أنا كنت أحب السفر جدا، وكنت أتمنى لما أكبر إن أنا أدرس طيران وأبقى طيار، لكن الفن بقى أخدني من كل ده. لو تستطيع الرجوع بالزمن إلى الوراء أي زمن تختار؟ عايز أقول لك عايز بحب قوي القرن ال 18 والقرن الأوائل 19 اللي ولا في تلفزيون ولا في زحمة ولا في راديو ولا في، بالعكس الناس كانت بتخترع وعايشة على الشموع وعايشة على الهدوء وعايشة على الراحة النفسية الكبيرة، لبسهم حتى كمان تحسي فيه شياكة، اللبس فيه كتير تفاصيل وفيه كانوا قاعدين بيبدعوا في ده، تلاقي القصور عندهم في الوقت ده، شوف الشغل اللي معمول في القرن ال 18 في باريس مثلا، الشغل الانتيكات اللي موجود والحيطان بتترسم ازاي. يعني كنت تختار باريس؟ كنت طبعا طبعا كنت احب اكون موجود في باريس في العصر، قصر فرساي. يا سلام يا ريت يا ريت، لان انا بحب الانتيكات جدا جدا، فاحب اكون بالأنتيكة. موجود في الوقت اللي بتتعامل فيه الحاجات دي بجد. تشتري حاجات انتيكه؟ بشتري طبعا، انا عندي البيت كتير فيه حاجات كده. مغروم ايضا بالسيارات والعربيات؟ طبعا حاجات كتير والله، كله خارب بيتي. كله خارب بيتي. قديش عندك من سياره؟ عربيات وسيارات عندي رينج روفر فقط. عندي رينج روفر فقط دلوقتي الجديدة دي.
لا انا من زمان على فكره يعني هو المفروض بتبقى عربيه واحده يعني، بس في وقت من الاوقات من حب في العربيات كان عندي بقى عندي عربيتين لوحدي، واحده كبيره واحده صغيره، بس دلوقتي عربيه واحده كفايه. لو لديك القدره على تغيير حدث عالمي ماذا تغير؟ احداث عالميه. ضرب البرجين التجاره بتوع امريكا 11 سبتمبر، كنت الغيها لان هي حجه، هم اتعملت عشان تبقى حجه لغزو العالم العربي وال يعني عايز اقول لما يحدث حاليا في الشرق الاوسط كان بدايتهم ضرب البرجين دول. كانت حجه لخلق قوى الشر وقوى الخير بالزبط. وخطاب الشهير، خطاب جورج بوش الشهير. بالضبط بالضبط. هني شاكر، شو هتسمعنا؟ علي الضحكاية نسمعها. جميلة طبعا طبعا.
بحكايا تحية إلى فرقة المايسترو خالد بن عيسى، إلى فرقة مزيكا. الأغنية هذية تحبها برشا يظهر لي، هو كل أغاني الفنان قريبة إلى قلبه، لكن أكيد فما أغنية هي أقرب إلى قلب الفنان من الأغاني الأخرى. الأغنية هذية هي الأقرب إلى قلبك أم هي مجرد يعني تيست اللي تعمل بها؟ لا هي مش الأقرب لقلب، بس في كتير حاجات قريبة لقلبي على فكرة، مش غنوة واحدة يعني فعلا. أقرب الأغاني إلى قلبك؟ لا في كتير يعني، يعني طبعا علي الضحكاية من العلامات الفنية الكبيرة اللي أنا عملتها، لكن في حاجات كتير طبعا تاني قريبة من قلبي كتيرة جدا جدا. لسه بتسألي لو بتحب غلطة، لا كتير، والأغاني القديمة نسيانك صعب أكيد وريتك معايا. يعني الحمد لله أنه بجد أنا بشكر ربنا على الـ يعني الـ الأغاني اللي أعتقد أنها الحمد لله خلت تاني في قلوب الناس وقلوب الجمهور له مكانة طبعا خاصة. مش ديك مكانة كبيرة في قلوب الجميع. يجذبك في الأغنية وقت اللي تختارها اللحن أكثر أم الكلمات أكثر؟ الاثنين، الاثنين مهمين قوي، الكلام الأول. لكن فما بعض الفنانين يعني تلقاه الكلام يكون أهم، يعني الكلام هو اللي يجبده، ومن بعد أكيد أكيد اللحن مهم لكن بدرجة ثانية. عندك أنت الكلام أهم. الكلام أهم، الكلام أهم يعني الدرجة طبعا. الأولى للكلام والثانية بعد للحن كده اللحن، لأنه الكلام لو حلو اللحن هيطلع حلو في الغالب، وبعدين اللحن سهل يعني تطوعي زي ما أنت عايزة، مدام الكلام حلو سهل أنت تغيري الكلام زي اللحن زي ما أنت عايزة. فأنا الكلام مهم قوي عندي قوي. بالرغم أنك درست موسيقى وأنك يعني مدرك بالموسيقى، إلا أنك لم تأخذ تجربة التلحين. لا بالعكس لحنت بس مش كتير، يعني أنا عايز أقولك أنا لحنت الأغنية مثلاً حوالي 7-8 أغاني كده بس مش كتير. أغنية أنا لنفسي ما لحنتش لغيري، لكن لحنت لنفسي في حاجات أنا كتبتها كمان. يعني محتاج لك يا عمري مثلاً دي كلامي ولحني، تاهت خطوتي دي لحني وكلمات إنسان الطاير الله يرحمه، مش بعتب عليك دي ألحاني. يعني في حوالي 7-8 أغاني مش كتير كتبت لي السنين دي كلامي وألحاني. يعني ما جاتش الفرصة أنك تغني، أنك تلحن عفوا إلى غيرك، يعني لو كان يطلب منك فنان لحن؟ لا صعب صعب، لأن أنا عايز أقولك يا عيشة أنا ما عنديش موهبة التلحين بغزارة قوي كده لدرجة أن أنا ألحن لنفسي وألحن لغيري. في مطربين تانيين عندهم هذه القدرة يعني، لكن أنا الحقيقة ما عنديش الغزارة التلحينية دي. لكن أنا يعني في حاجات بحس أنها قريبة لقلبي قوي فلحنتها، والكلام ده كان من فترة، أنا بقالي فترة طويلة يمكن ما لحنتش، يعني معتمد على الناس الجمال اللي بتعامل معهم مؤلفين وملحنين وكده. زوجتك وأولادك عندهم دور في اختيار أغانيك؟ تاخوا رأيهم؟ طبعا طبعا كتير. وتاخوا رأي أيضا المقربين منك؟ القريبين؟ طبعا طبعا بحب ده على فكرة، يعني ببقى يعني أشوف أنا اختياري صح ولا لا. أصل برضو اختيار الأغاني ده صعب جدا يعيش على فكرة بجد، يعني أما تبقى عندك مثلا فوق 20-25 غنوة عشان تختاري منهم مثلا 10 أو 8 صعب جدا. فأنت محتاجة برضو رأي حد تاني ودنه، أنت بتثقي في ذوقه تسمعيه. يعني غنوة مثلا زي لو بتحب حي صحيح، أنا في البداية ما كانتش عجباني أنت متخيلة، لكن الحقيقة لقيت يعني إصرار نهلة ودينا وشريف ولادي وحسن أبو السعود طبعا، يعني إصرارهم على أن أنا أغنيها ونجحت الأغنية. ونجحت طبعا، يعني أنا كان اعتراضي على الكلام الأول أنه الكلام فيه ضعف كتير جدا وأن أنا بنهار وفي يعني يعني بقول للراجل ما يغنيش قوي، ما ينفعش يبقى في ضعف قوي كده. لقيت لأ، يعني أنا قعدت مع حبيبي المؤلف مجدي الله يرحمه، ظبطنا الكلام شوية، بس الغنوة في النهاية بقت علامة من علامات تاريخي الفني يعني الحقيقة. أنت قلت مجدي النجار الله يرحمه، الله يرحمه. أنت قلت أنت أكثر أغانيك رومانسية وألحانها رومانسية والكلام اللي فيها رومانسي جدا، لكن أنت قلت اللي الرومانسية والحب ما يكفيوش أنك تختار شريك حياتك. يعني طبعا القلب والعقل مع بعض
أكثر أغنية تحبها زوجتك السيدة نهلة اللي نوجه لها تحية طبعاً؟ الله يخليك يا عزيزي. هي بتحب أي حاجة كرد، ما فيهاش ربع تون، يعني ما بتحبش الأغاني اللي فيها صبا اللي فيها بياتي، لكن أعتقد بتحب لسه بتسألي طبعاً تيالي كده. لسه بتسألي أستاذ هاني شاكر، ترى اليوم اللي الأصوات الجديدة والفنانين الجدد فرصة ظهورهم أسهل من قبل؟ دلوقتي أسهل من الأول، لكن الأول كان الطريق بيبتدي صح من خلال الحفلات الغنائية. دلوقتي النهاردة ممكن تشوفي أغاني كتير على الإنترنت أنت ما تعرفيش معمولة فين ولا مين اللي عاملها ولا مين اللي بيغنيها. يعني الميديا عايز أقول النهاردة عملت حالة من الانتشار صحيح، لكن مش ده اللي بيعمل النجومية. يعني النجومية بتيجي من خلال الملحن اللي بيكتشف، من خلال الحفلات الغنائية اللي بتتزاع، إحساس المطرب بالجمهور هو ده اللي بيديله ثقة وبيديله خبرة وبيديله ثقل عند الناس. هناك أيضاً اليوم قاعدين نشوفوا فما برامج غنائية، برامج المواهب، البرامج هذه تعطي مواهب حقيقية؟ بتعطي مواهب حقيقية طبعاً، لكن المشكلة إنها ما بتدعمش هذه الأصوات. يعني بعد الأصوات دي ما بتتخرج وبيختاروا صوت حلو في النهاية، في نهاية البرنامج بيسيبوه، يعني ما فيش تدعيم ليه للأسف الشديد. يعني معظم البرامج كده مش كلها. دور اللي يلعبوه الفنانين الكبار كيفك لدعم هذه المواهب؟ والله المفروض إنه يعني هو مش بس الفنانين الكبار، لا لازم الدولة كمان تتبنى. يعني إذا في صوت خرج من 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 يعني من رحم برنامج محترم وفعلا الصوت ده يستاهل، المفروض الدولة ترعاه، المفروض وزارة الإعلام والثقافة ترعاه وتقف جنبه وتقدمه بشكل كبير للناس ويبقى فيه تقدمه في حفلات. المفروض يعني ده دور الدولة الحقيقة، يعني مش بس الأفراد. طبعا لازم الدولة تدعم المواهب. بالزبط. يعني كل شخص يتخرج من برنامج غنائي نجم يكون صوته حلو، والله يا ريت تلاقي رجال الأعمال مثلا لأنه دولته ما تدعموش. بالضبط، رجال الأعمال يدعموه، يعملوا له شريط. الاستثمار في الفن مهم جدا جدا جدا، ده مهم قوي. نصيحتك إلى الفنانين المبتدئين، إلى المواهب الناشئة؟ نصيحتي ليهم إنهم يعني يجتهدوا، إنهم يحاولوا إنهم يعني يبقى في حد ودنه معاهم وعينه معاهم، ما يعتمدوش على اختياراتهم الشخصية، لأنهم اختياراتهم الشخصية أكيد هيبقى ناقصها الخبرة وناقصها يعني القدرة على الحكم على الأمور، الغنوة اللي تناسبني الغنوة اللي لأ. فأنا بتمنى إنه الأصوات الجديدة يشوفوا شركات الإنتاج إذا في حد بيدعم أصوات جديدة يروحوا له، يشوفوا ملحنين من الملحنين الكبار اللي موجودين النهاردة على الساحة الفنية يقفوا جنبهم، ده مهم قوي عن إن أنا أخد الطريق لوحدي كده وأمشي فيه أنا مش عارف أنا اختياراتي دي صح ولا لأ. دعم طبعا مهم جدا طبعاً. والتوجيه والعبيد المحيطين بالفنان. قبل تصوير الحلقة في العشية الفنان الكبير هاني شاكر قام بزيارة إلى دار الموسيقي، إلى مقر نقابة الفنانين التونسيين، وكان فما في استقباله مجموعة من الفنانين. أنا سعيدة اللي أنا كنت سبب يعني ولو بجزء بسيط في هذه المبادرة اللي هي الأولى من نوعها، وإن شاء الله يا رب يكون فما استمرارية لهذه المبادرة بغض النظر عن الاستقالة، يعني هي رمزية المبادرة. يعني بش نشوفوا التقرير ونرجع نعرف. باسمي الخاص وباسم النقابة التونسية لقطاع الموسيقى والفنانين التونسيين الكل نرحب بالنجم العربي نقيب الموسيقيين المصريين الأستاذ الفنان المبدع هاني شاكر. سعيد بوجودي معكم جدا النهاردة في وجود هذه الكوكبة الجميلة من الفنانين العظام اللي أسعدونا وأمتعونا، أستاذ لطفي حبيبي طبعا على رأس هذه المجموعة. الفن يهدي قلعة وممكن يبقى سلعة تخلي العالم سراب، وما فيش بقى إلا وعيك، يا إما تخطي نعيك يا تختار الصواب، وكلامنا حق طلع عليه الأذان، والسلام عليكم ورحمة الله. ربي شاء الله يوطد العلاقات وإن شاء الله تكون أفاق جميلة وحلوة مع أخواننا في مصر.
وهذوما لمات بالنسبة لنا احنا مهمين، خاطر في الحقيقة في الحقيقة أول حاجة ديما نحب نقولها أنه احنا الفنانين نحبوا بعضنا مهما كانت التدخلات منا من غادي، مش مهم، احنا رانا نحبوا بعضنا وعشرة بيناتنا وسنوات طويلة معنا خدمنا مع بعضنا دونك معناتها احنا ساعة عائلة. سي هاني شاكر اللي هو رئيس النقابة متاع المصريين، وهني شاكر مش بعيد على تونس، هني شاكر مش اليوم جال تونس ولتونس، وهذا شيء شرف لينا نحن بالنسبة للنقابة كمبتدئة. مرحبا بك بحضنا في بلادنا كنقيب وكممثل نقابة اللي عمرها 100 سنة، دونك يشرفني برشا ساعة باش نكون موجود بحذاه كنقيب وكفنان عربي، وفرحنا بوجودك هاو. معناه ما كانش عندي ما نشكي أو ما نتكلم أو خاطر يمكن الفرصة اليوم ما إيش هي. الفن العربي إحنا محتاجين إنه يتواصل أكثر من كده عشان نقدر فعلا نحارب الإرهاب ونحارب الخراب ونحارب الدمار اللي إحنا عايشينه في العالم العربي. وأشكركم جدا جدا. بداية المطر قطرة، هذه تعتبر قطرة يعني باش تلمينا اليوم مع بعضنا نقابة مصر ونقابة تونس. تونس ديما بلاد معناها تحب الفنانين الكل وتفرح بالفنانين الكل. الحقيقة سعدت جدا طبعا بزيارتي لنقابة الموسيقيين في تونس والدعوة الكريمة من الأستاذ المخداد السهيلي، الحقيقة النقيب العظيم الرائع اللي سعدت بلقائه وبكوكبة النجوم التوانسة الجمال على رأسهم الأستاذ لطفي بوشناق، الحقيقة صديقي الحبيب والعزيز. زيارة جميلة، وبغض النظر زي ما أنت قلتي فعلا يعيش عن استمراري في النقابة أو لا، الحقيقة أنا يعني لازم هبقى على تواصل مع الأستاذ مخداد ونقرب وجهات النظر بيننا وبين بعض، لأن أنا يعني أنا فنان قبل ما أكون نقيب، هو نفس الحكاية، هو فنان قبل ما يكون نقيب، وبالتالي همومنا الفنية واحدة وأحلامنا وأملنا واحدة. أنا فعلا بتمنى أنه يعني كل الأصوات التونسية يبقى عندها الجرأة أنها تنزل مصر وتتواجد وتتعرف على الجمهور المصري وتغني في الحفلات الغنائية، وده إن شاء الله هيتم التنسيق في معاه مع الأستاذ مخداد بإذن الله يا رب إن شاء الله. الله قبل ما نختم معاك الحلقة باش نشوفوا مجموعة من الصور. الصورة الأولى العندليب عبد الحليم حافظ. ده حبيبي، ده الله يرحمه، ده حبيبي فعلا. يعني أنا حبيت الغنى وحبيت الفن على صوت هذا الفنان الرائع العظيم اللي يعني قلما يجود بي الزمان حد تاني زيه بصراحة. نسمعوا له مقطع صغير منك. موعود 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 معايا بالعذاب، موعود يا قلبي موعود، ودايما بالجراح موعود يا قلبي، ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي، يا قلبي، ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي، يا قلبي، عمرك ما شفت معايا فرح، كل مرة ترجع المشوار بجرح، وعمرك عمرك ما شفت معايا فرح، كل مرة ترجع المشوار ب
بجرح. والنهاردة النهاردة جاي تقول انسى الأغاط، جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات. النهاردة النهاردة جاي تقول انسى الأغاط، جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات. ومايل وحدف منديل كات على طرف أجيله، مايل وحدف منديل كات على طرف أجيله. وأمان أمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة. وأمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة. وأمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة. وأمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة. وتخلي الحزن بعيد عنا، وتقولي للحب استنى. وتخلي الحزن بعيد عنا، وتقولي موعود. وبعد صورة عبد الحليم حافظ نشوفوا الصورة الموالية. شيرين. شيرين. شيرين من الأصوات الحلوة جدا جدا. وأنا بس بعتب عليها ساعات يعني العفوية اللي زيادة عن اللزوم دي بتتحسب على الفنان مش لصالحه. هي قد يكون هي من مفهومها إنه هذه العفوية بتقربها للناس أكتر، بتحبب الناس فيها أكتر. لا، أنا كأخ أكبر لها، لأن أنا يعني كان ليا الفضل إن أنا وقت ما كان عندها مشكلة مع حسن أبو السعود في النقابة، ومشكلة مع النقابة نفسها، يعني تدخلت، لأنها الحقيقة من الأصوات المصرية اللي أنا بحبها جداً، وقربت وجهات النظر، وجبت حسن أبو السعود عندي في البيت، وجبت شيرين والمحامي بتاعها، وقعدنا وصفينا الأمور، وتحلت المشاكل بينها وبين حسن أبو السعود وبين المنتج العظيم الأستاذ نصر محروس، وتحلت المشاكل دي. فأنا بقول إنه يعني من زمان، وأنا الحقيقة من الناس اللي بتدعم شيرين، بنصحها نصيحة أخوية إنه هذه العفوية بتتاخد ساعات كتير على الفنان مش لصالحه. يعني في ألفاظ وفي كلام الفنان ما ينفعش يقولها في أي مكان وفي أي وقت. فإن شاء الله يا رب تاخد بالها الفترة اللي جاية من الحتة دي، وتعرف إنه الفنان مراية لجمهوره، فلازم تكون زي ما الناس بتحب كده، لازم يكون كل تصرفاتك على هذا المستوى. إذن هذه كانت نصيحة الفنان هاني شاكر لشيرين، الصورة الموالية. دي حبيبتي دي. أسعدنا. دي حبيبتي نهلة طبعاً. ربي يخليك. ربنا يخليك يا حبيبتي، دي شريكة حياتي والإنسانة اللي أنا بعتز بيها وبحبها، ووقفت جنبي كتير الحقيقة جداً جداً.
ربنا يخليها يا رب ليا وللشريف ابني والمجدي ومليكة كمان. هي عايز أقول رمانة الميزان اللي احنا كلنا يعني ماشيين في الدنيا ببركة دعاها الحقيقة. الصورة الموالية خلاص دي دولولو دول بقى دول فاكهة حياتي أنا ونهلة وشريف بجد. ربي فضلهم والله ربنا يخليك يا عبد. دول بجد الفاكهة يعني دول عشقي أنا ونهلة وشريف وهم بجد يستاهلوا. هم ولاد جمال وولد وبنت زي القمر ودمهم خفيف وبيحبوا يغنوا وديدو ده بيحب يغني مشروع فنان أو والله غاوي غنى بيحب يغني صوته حلو وصوته حلو بيأدي حلو طبعا بيغني صح في السن ده طبعا ولولو جميلة دي حبيبتي وحبيبة جدو دي على طول بتدلعني وبوس وحضان وربنا يسعدهم ويخليهم يا رب. الصورة الموالية دار الأوبرا طبعا يعني أنا كان عندي حلم من زمان خدته من غنوة من أغاني عبد الحليم حافظ إن أقول أما كان بيقول في غنوة صورة تماثيل رخامة على الترع وأوبرا في كل قرية عربية. أنا نفسي فعلا يبقى كان في كل قرية عربية في أوبرا لأنه دار الأوبرا دي هي الـ يعني عايز أقول الداعم الرئيسي والأساسي للفن الجميل في كل أنواع الفنون سواء كان مسرح أو موسيقى أو كده. فأنا كان عندي هدف وأمل إنه يبقى في كل قرية عربية أوبرا يا رب. بس بتمنى بداية كده إنه يبقى في كل محافظة في مصر يبقى في أوبرا يا رب بداية وبعدين نتوسع في العالم العربي كله يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. هذه إذن كانت الصورة الأخيرة والفقرة الأخيرة من برنامجنا. سعداء جدا 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 وشرف كبير لينا حضورك معنا الليلة. شكرا لك يا عائشة. أنا اللي سعيد بجد بوجودي معاك ومع الجمهور والبرنامج الجميل ده ومعرفتي الجميلة بصديق عزيز الحقيقة الأستاذ أيمن بشبيل. يعني بجد بجد أنا كسبت صديق وكسبت أخ عزيز. سعيد بالفرقة الموسيقية والجمهور الجميل اللي نورني أسعدني النهاردة. وقبل ما هديكوا هدية صغيرة لتونس أنا كان غنوة عملتها زمان لتونس الشقيقة أغنيلكم منها جزء دلوقتي. بس قبل ما أغني الغنوة وأهديها للجمهور التونسي أنا بس فعلا عايز أقول إنه إن شاء الله الفترة اللي جاية الشباب هركز معاه أنا أكتر فنيا هتواجد في حياتهم أكتر هعمل الأغاني اللي تقربني ليهم أكتر. شبابنا محتاج فعلا بسمة أمل وبسمة تفاؤل. ووعد مني أنا للأختين اللي تكلموا الجمال دول عن إن أنا معظم أغنية دراما أنا بوعدهم وبوعدكم كلكم الفترة اللي جاية نبعد شوية عن الدراما. إحنا فعلا محتاجين أغاني فيها مشاعر وأحاسيس وتفاؤل وبسمة وده اللي إن شاء الله هنعمله الفترة اللي جاية بإذن الله. إن شاء الله كل أغانيك جميلة سواء كانت درامية أو غير درامية. سعداء جدا باستقبالك شرف لنا طبعا استقبالك. قبل ما نسمع أغنية يا جنة الأحلام اللي إهداء إلى تونس إذا هكا وصلنا نهاية حلقتنا. نذكركم اللي أنتم تنجموا تربحوا بين W تبعثوا على 85-68. نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. يا جنة الأحلام تونس يا عربية من قلبي بهدي سلام ومحبة مصرية. يا جنة الأحلام تونس يا عربية من قلبي بهدي سلام ومحبة مصرية. تونس يا حرية يا غالية وأبية تونس يا حرية يا غالية وأبية يحميك رب الكون وتعيشي محمية يحميك رب الكون وتعيشي محمية وتعيشي محمية
وتعيشي محمية تونس يا عربية.